معكم الاخوان ونهاركم مبروك وتحيه لجميع المغاربه خارج الوطن وداخل الوطن. اليوم اخوان كنتواجدوا في سوق جديد لاربعه مراكش السويله. تبارك الله، شو السلعه كي دايره؟ تبارك الله، الخير خير موجود الحمد لله، الحمد لله ونشكره. تبارك الله، السلعه كي دايره؟ السلعه اللي مليحه تبارك الله، كي دايره؟ تبارك الله الحمد لله، السلعه مليحه تبارك الله. خويا شحال اللي تمر عاطينك؟ 68 بينا فيها التمارة مازال ما تمرش. باقي ما عاطينكش، باقي ما عطاوكش، غير كتبت الاخوان عاطينو 68 كيطلب فيها 68 3400 اللي كيطلب فيها. تبارك الله، شحال من راس اخويا كاين هنا؟ 28 راس. 28 راس، العيب؟ العيب والو. والو العيب. انا مصافي يوم الله يحفظك. 28 راس، غنم نقية، ما فيها لا عيب لا والو. جر اخويا جر الله يرحمه. تبارك الله، السلعة كي دايرة. غنم غالية تبارك الله. تبارك الله، كاين 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 كاي الخير، كاين الخير الحمد لله. تبارك الله، غنم زينة والثوب ديالها زين تبارك الله. السلعة كي دايرة تبارك الله. السلعة نقية تبارك الله، من التو ديالها باين العلف عندها مليح زين، علف نقي تبارك الله. اللهم بارك، اللهم بارك، تبارك الله. كاين الزين والثمن اخوان، راه في المشي دابا كاين الثمن. احنا جينا كاع لمراكش واللي كيعرف معروف عليه شو ديال الرخا والشتا، هو كاين الثمن. تبارك الله، السلعة نقية. خويا قول النمرة اللي بغاها شي واحد، قول النمرة، قول النمرة صاحبي. 06-02-61-68 61-68 19 اللي بغاها الاخوان مرحبا مراكش. السلعه راه مليحه. لا كاين اللي مليح اخويا، الله يحفظك. كبرت عارف فين الزين تبارك الله. تبارك الله اخويا، كما قلنا المليح كاين والثمن كاين، اللي بزاف اللي بزاف على الدرويش. تبارك الله، على السلعه كي دايرت هي زوينه تبارك الله. خويا شحال عاطينك هنا؟ عاطينا 64. 64 تبارك الله، 64 3100 درهم و 200 درهم. 64 3200 درهم. شحال من راسنا عليه اخوان؟ سبعة. سبعة ما كاين لا لعيب اخويا، لا والو، لا والو، لا حب لا والو، لعيب والو. تبارك الله، سلعة زينة تبارك الله، والثمن رخي، الثمن بزاف بزاف على الدرويش، بزاف على الدرويش، بزاف هذا العام بزاف صراحة. السوم اللي كاين اخويا من 60 الفوق، من 60 حتى ل 80 كاع شي حاجه مليحه ونقيه، والثمن راكش. واش نطلبوا الاخوان؟ نطلبوا الله يدير الشاوي ديال الخير، الله يدير الشاوي ديال الخير، نعاود الله يدير الشاوي ديال الخير. هادشي راه بزاف على الدرويش. هي تبارك الله، وراه الاخوان راه بزاف. وما تنساش اخوان تعاونونا بشي لايك الفيديو، هادشي خير منكم. شي ابوني القناه الى جات على خاطركم. واليوم الاخوان راه كنصوروا بتاريخ 2022 شهر 6 في 15. تبارك الله الاخوان، كيما قلنا الخير موجود الحمد لله، الحمد لله ونشكره. تبارك الله، والسلعه اللي هي غليظه ومليحه تبارك الله. تبارك الله، الله يبارك، السلعه نقيه تبارك الله وغليظه. خويا عبد الواحد كي داير؟ لاباس عليك؟ هاني الله يبارك. امتى؟ خويا الخير سيرينا اخو عبد الواحد. عندنا اخويا 84 عبد الجليل. 84 عبد الجليل، اسمح لي، سميتو عبد الجليل. تبارك الله، 84 4000 و تبارك الله. شحال من خروف كاين هنا؟ يعني 8 الخرفان. تبارك الله، 8 اجي نستنى عبد الجليل. كاملين كاملين ثنايا. تبارك الله، هانتوما السلعة مليحة تبارك الله، حتى من كاين راه كاين المليح. 8 زينين تبارك الله. العيب والو ياك؟ والو العيب، ما كاين عيب، ما كاين عيب. تبارك الله، هانتوما السلعة كبيرة، السلعة على وجهها. 8 نقيين. تبارك الله، السلعة على وجهها كبيرة تبارك الله. تبارك الله، السلعة كبيرة. عاد خونا عبد الجليل ها هو السلعة عنده تبارك الله، معروف بالمليح وبالكاليش. تبارك الله، السلعة كبيرة، السلعة سمينة تبارك الله، والعب زين نقي، الله يبارك فيك. السلعة مليحة تبارك الله. خويا عبد الواحد، خويا عبد الجليل، اسمح لي، تبي تقول النمر ياك؟ لا بغا شي واحد، لا بغا شي واحد، حنا معطيين الله يسخر، لا بغا شي واحد ولا جوج ولا بغا جملة، مرحبا. ماشي مشكل، لا بلاش. مرحبا، الله بغا نص بيعوا لي. نبيع حنا إن شاء الله. يلاه قول النمر أخويا عبد الواحد. هذه 84 06 06 18 87 20 65. اللي بغا الإخوان شي واحد بغا جملة، مرحبا، السي خلي النمرة. تبارك الله الاخوان، بحال السلعه يلاه تبعت، الله يسخر موليها. الدواء ب 60000 باش الدواء، 3000 درهم وباعها بالرباح على 1000 ريال راس. تبارك الله، هذه الاخوان راه سلعه مليحه تبارك الله، عندها الثوب والراس، الثوب راه مثوبه. تبارك الله، مليحه تبارك الله.
12 راس تبارك الله سلعه مليح دوا ب 60000 باعوها ب 1000 ريال راس على 12 راس حلوت على مولاها بواحد 3050 درهم تبارك الله 12 راس مليح والعيب ما فيهاش والثوب سلعة تبارك الله مليحة السلعة تبارك الله يبارك سلعة مليحة وزينة عند القرن زين والثوب ورمي الصلاة وثمن الثوب ديالك يبان العز نقي لا اللي كتصيبي الثوب ديالها بيض بحال هكا ويكسر العز اللي كتصيبي الثوب ديالها بحال هكا حل عرف العدة شوية العز ما تكون ما نقيش تبارك الله الاخوان تبارك الله حتى الربع الشهر كان ملاح تبارك الله الله يبارك لا تبارك الله كاين الزين والمليح تبارك الله واحد في حبيبه واحد في حبيبه ياك واحد اخو صوفيا الله يحفظك تبارك الله شحال اللي عاطينك هنا؟ عطونا خويا 72 72 اللي عاطينك؟ عطونا فيهم جمله 72000 جمله شحال عطاك في الرادي؟ هذاك عطونا فيه 84 84 تبارك الله 84 بقات من الحليب بقات من الحليب تبارك الله هنايا شحال في هذا؟ 72 بربعة الله يحفظك تبارك الله 3600 اللي عاطينو جملة وفرد عاطينو 84 تبارك الله هادو شحال هم؟ هادو عطونا فيهم اسيدي 65 65 هي واحد في حبيبة واحد في حبيبة باري ها هي سيدي وضع صافي شحال عطاك فيهم جملة؟ 65 3200 تبارك الله كاين المليح والزين والثمن راه كاين في السوق كامل كاين التمر في السوق كيجيك اليوم السوق باقا في الحليب تبارك الله زين والخير موجود الحمد لله الحمد لله الخير موجود تبارك الله كاين المليح والزين تبارك الله قرصة قسام قرصة واش غادي العام كل بلد يعلف العام كامل دير نتاعها 5 دراهم الخروف في النهار والله ما تشبع دابا انت دابا اسمح لي 65 يوم شحال جابت هذه 35 وانت شاريب 30 بعدا شاريب 30 حنا نروح سوي 30 قالوا عليك ب 65 65 وفينا هو مول الدار اللي خدم هو ولادو شحال يولي البركه مساكن الكسابه مولفين هاد ما عادوا فين يمشيو صافي فين يمشي ما عادوش البديل دور شويه يدير الطوبيل راه قاعد تطور ما كاينش البديل وصافي والله يرحم ماشي نطلبوا هاد العام كاين تمام بزاف وما كايناش الشاش اللي تعاون السرح والله تعالى راه خير الحمد لله الحمد لله ونشكره راه تاكل بالماء تاكل ياكل تاكل ياكل ولادو السوق اللي نصبق دايما هما الاولين يفكر في مول الفصه ومول العلف ودرس نظاره ولا مشاريع والله قال لي واحد واحد الفيديو تفرجت فيه واحد السي مسكين فيه قاعد تبن هو المراه ديالو واحد الراجل نسى المراه و هذا كينسى المراه اه تنساها بقاتها قال لي بحال الفيديو شفتو انا قال لي العياشي ما كنسيت المراه قال لي واش بين قال لي 12% والبال 17% قال لي الله ما ننسى نسى المراه وخلى السوق ونسى المراه في السوق تبارك الله الله يحفظك الله يبارك تبارك الله راه كلمني الكاليد الله يسخر لك الله يحفظك خو الشاب الله يحفظك تبارك الله السلعة عجبتني السلعة يا اخوان صراحة مليحة تبارك الله صباح النور خويا كي داير لاباس عليك الخير سالينا خويا اللي عاطينك هنا عاطينا خويا 66 66 تبارك الله 66 3300 تبارك الله شحال من راس كاين هذه 14 راس تبارك الله طيب الله مقيم ما كاين لا عيب لا والو والو الحب والو العيب والو ما كاين لا عيب لا والو 14 راس تبارك الله الله مغليظه وزين والثمن اخويا راه كما تعرفوا في السوق كامل كاين الثمن غير شنو اللي كيبقى هو تدي الزين والمليح صافي شي ليك تبارك الله ويكون الحاجه نقيه ما فيها لا عيب لا والو والغمرة باينه من الثوب ديالها باينه سلعة نقية والعيب ديالها نقي تبارك الله الثوب باين من نظرة باينه السلعة تبارك الله الشريف تاع العبد الله الشريف قول النمره الا بغا شي واحد يسلع دير 07 07 13 25 25 49 49 على النمره وصلت خلص النمره السكنه فين اخويا؟ لحد راس العين حد راس العين تبارك الله حد راس العين اقليم مرة الله يرحم والدينا الشريف والدينا الله يحفظك تبارك الله الاخوان الله مغلاي بزاف موجود الخير والكرافيات بزاف بزاف تبارك الله سلعة مليحة تبارك الله المهم شحال تاخذ السلعة؟ ديك السلعة كاين اللي عطاوني فيه 6000 درهم 6000 درهم
وجمله شحال؟ 86 جمله. 86 جمله اللي عطاو تبارك 4300. لا راه السوق تبارك الله راه غلا مغليضه، غلا مكان لينا لي وازن. اييه. كاين المليح تبارك الله، سلعه مليحه تبارك الله. اجير السن درك هذا. اجيري اجيري يا السن. انا راه صاحب المليح. وطالش كاليتي، تحياتي لك. لا كاين المليح تبارك الله. اجل السن فري السن الرئيس. هاتني هاتني بقاتني. تبارك الله. سلعة كبيرة. مليحة تبارك الله. راه من الصورة فوق العام وما يزيد عليه وياكم. مدي ب 30000 ولا 40000 صغير وعام وما يزيد عليه وياكم. تبارك الله. مرحبا غنديروا النمرة. أنا بغى النمرة مرحبا. تبارك الله عبد القرنوتو. الله يبارك. في نمرة بتقولها سي عمر قولها، يجوا عندك الناس المحل اللي عجبتهم السلعة. قول النمرة اللي بغيها، اللي بغا شي واحد مرحبا. ما عنديش انا النمرة. ها عندك نمرة ما عندوش تليفون. مرحبا. ما دايرش تليفون. الحد راس العين يسولوا على. كيسكن في كيسكن؟ حاج عمر راس حق راس. مليح مليح. انا اسمك. تبارك الله. اللي مليح. تبارك الله. تبارك الله الاخوان. شي حاجه اللي سوبر، شي حاجه اللي مليحه تبارك الله. غلا نفحها ليا، غلا غليظه، غلا ندير العيد تبارك الله. غنسول السي شحال الثمن الفرادي، شحال عطاو تبارك الله. سيوس كيداير لاباس عليك؟ هاي نهارك مبروك. شحال الخير عاطينك الفرادي؟ شحال عاطينك الفرادي؟ الفرادي عاطيني 120 130 في الفرادي. جمله 96 الاخوان اللي عاطيهم جمله تبارك الله. هذا راسك كاين مليح تبارك الله. 4800 96 في الفرادي كاين 120 130 تبارك الله. راه سلعه اخوان، راه ماشي هذا اللي بيصل منه تبارك الله. جور هذاك برا. اجير السن اجير. بقاتني تبارك الله. حاولي كنت تسبق غير تبارك الله في المواصفات. تبعوك ما متصل تبارك الله. سلعتي. لا تبارك الله راس سلعه كبيره. اللهم بارك. بقاتني سنا الحليب الجوج وهاكلوا لهاتني تبارك الله. كاين اللي مليح خرجوا اخوان جيكم الثمن، هذو راه فحاليين. وانت اللي بغى يذبح العيد راه شي حاجه مليحه تبارك الله. كاين اللي مليح السي مصطفى، كاين اللي مليح تبارك الله. انتم الراس انتم في البازر ديالكم تبارك الله. سلعه سلعه كامل بالواحد سلعه مليحه. هذوك جوج شحال سنا الحليب هذوك؟ 96. هذا 94. هذا 94. هذا عطيني في 84 4200 درهم تبارك الله. كاين الزين تبارك الله كامله مليحه تبارك الله. عندها الثوب والراس والقرن تبارك الله. سلعه مليحه تبارك الله. قول النمره اللي بغا شي واحد. كاين برسوني تا قول النمره كاين برسوني. كاين دابا شي واحد من وجده ولا من طنجه تاع عندك في مراكش؟ كاينه كاينه كاينه. كاين تبارك الله العيار المليح. كاين معروفين ولا الحد راس العين؟ الحد راس العين. الاخوه اللي بغى شي حاجه قال لك الحد راس العين في مراكش. تبارك الله. هذا باقا سنا الحليب تو اثني. اثني والمليح لا راس. اثني والتصيله وي حافظ تبارك الله. سلعه. تبارك الله. الله يسخر الله يسخر تبارك الله. راه كاين اللي مليح. الله يسخر تبارك الله. الاخوه اليوم السوق كاين الزين وكاين المليح. السلعه شويه قليله والبيع راه قليل. الشيء راه قهرو الثمن تبارك الله. نشوف السلعه شحال الثمن تبارك الله. السلعه مليحه تبارك الله وكاين المليح وغير مغير تبارك الله. اخويا شحال عاطينك هنا هادي؟ شحال اللي عاطينك اخويا؟ عاطينك 150. 150 جمله. 150 اللي عاطينك تبارك الله. باقاتنا الحليب 2900 اللي عاطينو جمله. شحال من راس كاين اخويا؟ 10 10 تبارك الله. 10 ما العيب اخويا؟ والو تبارك الله. العيب والو. الثمن اخويا راه كاين في الصوم تبارك الله. تبارك الله اخويا واحد السلعه بدريه تبارك الله تباعت. الله يسخر. والله ما عرفت يلاه بنسول فيه. شحال سمعت اخويا السلعه؟ اش مرسوم شحال عاطينا؟ 29 اللي عاطينا باقي ما تباعش. باقي ما نبيعوش يا اخوان ولكن راه شوف لي مرسومين جاوني هنا.
هذا وراك ثلاثة. تحدد ثلاثة؟ 40 40 الواحد. تبارك الله، ثلاثة باعهم 40,000 الواحد هما. راك تشرب المكسيك 40,000 درهم. تبارك الله، شي لاخر جملة عطاوها 29. تبارك الله، 1405. تبارك الله، كاين المليح وتبارك الله، المقابدرية إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله. هذو الخرفة اللي دا ثلاثة راهم غلاظ، ماشي واقفين شوية على الآخرين. تبارك الله، شحال من راس كاين أخويا؟ 29. 29 راس. تبارك الله، مرقد ديالها منين أخويا؟ حمر. حمر؟ شنو بلاصة حمر؟ خوارقة. شماعية؟ اليوسفية واش؟ ولا من اليوسفية. تبارك الله، الله يرحم ولينا أخويا. الله يحفظك. تبارك الله اخوان، هاد مرات الراس الاحمر هي اللي كاينه اليوم في السوق. هاد السلعه بوحدها هادي هي اللي كاينه، شي حاجه اخرى ما كايناش. غنسول السي شحال عاطينو خويا؟ خويا كيدير؟ كيدير لاباس عليك. هاني الله يحفظك. غير السيدي سير، الله يسخر. كيتشرف فينا. هادو هما اللي كاينين، هما اللي بقاو. بعتيه شحال كاين اخويا هذا الخير؟ هادي 9. حيت نقولو 43. 43 كتطلب فيها؟ هي باش بعتني. باش بعتيها اختها؟ في الرادي. 43 باش باعها اختها. قوليها تسعود هذا ياك؟ تسعود ياك؟ تسعود. تبارك الله. في عيد قلموس. تبارك الله. سلعة مليحة تبارك الله. ورقة باع اختها ب 43 بقاتها هذه. مرحبا، عطيتنا النمرة اللي بغاش. سفيان اخويا. سفيان. الله يحفظك. تبارك الله، سلعة نقية. كيف الدار في 160 ولا 160؟ ديروا خلي النمرة اللي بغاش واحد وعجبات. تبارك الله. باغي نبيعو لي الكيلو البارح اللي عبرناه طاريناه. المهم انت اللي بغى الكيلو بغى ال 10. الله يحفظك. تبارك الله. 43. 43 2150. تبارك الله. سعد خرفان الخوتة بعتها 43 هنا عاطيني 43. تبارك الله خويا. قلت لي كان باقا في الدار، قلت لي شي 160 قلنا مرة لا بغى شي واحد. 06 01 97 97 85 85 62. السخنة فين اخويا؟ حضرس العين. حضرس العين مراكش. مرحبا. واه ما بين القلعة ومراكش. الله يحفظك. لا كاين المليح تبارك الله. العيب والو. والله لا قدرت شي واحد. الله يحفظك. 43. انا مع الاخوان خليها السيد اللي عجبته السليعه. مرحبا. راه قال لك باقا شي 100. واحد زوج بغا 110. مرحبا. يلا الاخوان اللي بغى شي حاجه مرحبا. الله يرحم والدينا اخويا. اغلط من هادي. كاين حاجه فوق من هادي. السرديه هي ديالي حتى هي. هاد السرديه دوز 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 سمع خوك هذاك ياك؟ واه. دوز سمع. الله يسخر اخويا، الله يرحم والديك.